شهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، باختصار لا إله تنفي استحقاق العبادة عمن سوى الله أو عما سوى الله سبحانه وتعالى. لا إله نفي، إلا الله الركن الثاني إثبات. الركن الأول نفي والثاني إثبات. إلا الله أن تعبد الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. آيات كثيرة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والله قال سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. عشان كذي الله سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. ودي باختصار يا ناس، أي زول بناقشك في الموضوع ده إنه أنا بجوز لي أدعو الله وأدعو غير الله، أعتمد على الله، أتوكل على الله وتوكل على غير الله، كذي الزول تسأل سؤال واحد بس. أسئلة كثيرة لكن الآن سؤال واحد: كون أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، هل أنا علي حق ولا علي باطل؟ علي حق. ودي ما في مسلم بيقول لك غير كذي. يعني لو قلت له يا أخي أنت عقيدتك في منو؟ أنت يا عجيب عقيدتك في منو؟ أنا والله عقيدتي في شيخ أحمد. وأنت يا دكتور عقيدتك في منو؟ والله أنا عقيدتي في بخاري. أيوة. وأنت يا مجتبى عقيدتك في منو؟ عقيدتي في الله. الثلاثة ديل وباقي الناس لو سألوهم قال لهم مجتبى ده العقيدته في الله، علي حق ولا علي باطل؟ الناس كلها بيقولوا علي حق. طيب، والله قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. طالما علي حق الزول اللي بيعبد الله سبحانه وتعالى، يبقى اللي بيعبد غير الله واللي بيعتمد على غير الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى غير الله ده علي باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.